أجسامهم جميعا وقلوبهم شتى. رسميا النار تشتعل بالطاولة السداسية للمعارضة التركية. اتفقوا على ألا يتفقوا، هذا هو حال طاولة الستة التي تجمع رؤساء أحزاب المعارضة، حيث لا زال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدارأوغلو مصرا على ترشيح نفسه للرئاسة، الأمر الذي ترفضه جملة وتفصيلا ميرال أكشينير زعيمة حزب الجيد. وزعم في بيان خرج عن الطاولة السداسية اليوم أنه تم التوصل إلى تفاهم مشترك حول المرشح الرئاسي للمعارضة، وسيصدر البيان النهائي بخصوص الموضوع الاثنين القادم السادس من مارس آذار. ووفق التطورات الأخيرة، جمعت ميرال أكشينير كل موظفي حزبها في اجتماع استثنائي في مقر الحزب، ومع وصولها إلى المقر هتف الحشد المنتظر أمام المبنى ميرال أكشينير أمل الأمة والوطن، في تأكيد واضح على أن أكشينير هي من يجب أن تكون مرشح الرئاسة للانتخابات المقبلة. وعقب الاجتماع الثاني عشر للطاولات السداسية، نشر كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدارأوغلو دينيس ديمير منشورا في حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: لقد بدأنا ثلاث مرات، في إشارة إلى أن كليتشدارأوغلو هو مرشح الستة لمنصب الرئاسة، ولكن سرعان ما حذف ديمير هذا المنشور. ومع اقتراب انتخابات عام 2023 في الرابع عشر مايو أيار المقبل، لا تزال طاولة الستة المعارضة تعاني من أزمة مرشح رئاسي للمرة الثانية عشرة على التوالي.